مسافر وحدك يا مسافر وحدك وفايتني ليه تبعد عني ليه تبعد عني وتشغلني ودعني من غير ما تسلم وكفاية قلبي أنا مسلم ودعني من غير ما تسلم وكفاية قلبي أنا مسلم دعني دموعها دموعها بتتكلم دعني دموعها دموعها بتتكلم يا مسافر وحدك وفايتني ليه تبعد عني ليه تبعد عني وتشغلني على نار الشوق انا هستنى وهصبر قلبي واتمنى على نار الشوق انا هستنى وهصبر قلبي واتمنى على بال ما تجيني على بال ما تجيني واتهنى على نار الشوق انا هستنى وهصبر قلبي واتمنى على بال ما تجيني على بال ما تجيني واتهنى طمعني في قربك قوي وعدني طمعني في قربك قوي وعدني يا مسافر وحدك وفايتني ليه تبعد عني ليه تبعد عني وتشغلني بيقولوا عليا ما بعرفش اسقف انا اول مره اسقف في حلقه والله ميرسي لان انا فعلا مش بعرف اعمل الرياكشن ده بس حقيقي حقيقي علاء حاجه جميله لا بس التسقيفه حلوه برضه والله عشان طلعت من قلبي الفنان علاء كرمان اهلا بيك يا علاء اهلا اهلا بيك كنا بنتكلم سوا وقلت لي كنت بقول لك احنا دايما بنسمع كلمه التعبير الموسيقي إيه سواء في الحان عبد الوهاب الموجي صنباطي حتى من ايام زكريا احمد فكنت بقول لك انا عايزه اتكلم عن التعبير الموسيقي اللي هو ايه لقيتك بتقول لي لا احنا مش هنتكلم عليه لوحده انا عايز اتكلم عليه ومعاه المواكبه عايز تقول لنا ايه علاء التعبير الموسيقي ده ليه ادواته من زمان وكان برع فيه المشايخ زمان باستخدام حاجة اسمها المواكبة أو المواءمة مواكبة اللحن للكلام أو المعنى ده برع فيه المشايخ تلاقي الشيخ سلامة حجازي الشيخ سيد درويش الشيخ أبو العلا محمد اللي علم أم كلثوم الغناء أيوة. الشيخ زكريا أحمد الشيخ الشيخ ليه الشيخ لأن الشيخ كان بيقرأ القرآن فكان فكان لابد عشان يجود
في تنغيم الآيات ويقول نغمات تتناسب مع الآيات. مش معقولة بيتكلم عن أهل الجنة وبعدين يقول حاجات عن أهل الآيات عن أهل النار. مش معقولة البشرة تستوي مع الوعيد. يعني مش هينفع يقول حاجة مبهجة بطريقة محزنة طبعاً، والعكس صحيح. والقصص برضو بالصبت في القرآن. وهو الحقيقة وعلى فكرة هو ده أنا بدأت ألاحظه في الغناء الحديث، إن أنا ألاقي مزيكا والناس بترقص عليها يعني فرحانين وفي أفراح، ولو حد ركز لحظة في الكلمات اللي بتتقال كلمات فراق وأسى وحزن وموت. يعني ده حاليا موجود اللي أنت يعني بتقوله ده. طبعا الأساس ده مش موجود بس في المشايخ القرآن، لا ده موجود في الكنائس زمان، ولا زالت في كنائس فيها آلات موسيقية، وطبعا آلة الأورج القديم اللي هي الأورجان دي بالذات في البروتستانت كمان كان موجودة مصبوط. في الكنائس وآلات موسيقية وتوزيع أوركسترالي كمان بيتعمل في الكنائس وفي المعابد اليهودي وفي دور العبادة بوجه عام كلها. فالموسيقى بتستخدم مش للتسلية أصلا، هي مش فن للتسلية، هي فن بيأثر على الجهاز العصبي وبيبني تكوين الإنسان نفسه غذاء الأمم، لأنه بيغذي الروح زي ما بيقولوا غذاء الروح، لأنه بيخاطب الروح فعلا. المعاني بتاع الكلمات ليها أصول بقى عشان أعبر عنها بفن المواكبة، من بعيد وبيقرب غير قريب وبيبعد. بمعنى بمعنى لو انا حد بينده على حد بعيد هيقول له يا فلان، مش معقول يا فلان وهو بعيد، ده لو هو جنبه يقول له يا فلان كذا اللي هي في برضو حاجه مرتبطه بالفن المواكبه اللي هي الفوناتكس او علم الكلام. هل ده فن ولا دي حاجه منطقيه ولوجيك؟ يعني هل هو محتاج ان يبقى فن مواكبه ولا هو منطقي ان انا حتى وانا بعمل حوار مع حضرتك ان انا لما اتكلم على حاجه مبهجه ان انا طبيعي تبقى تعبيراتي وتوني مبهج طبعاً طبعاً. ولما اجي مثلا اتكلم على حاجه محزنه لازم يبقى تون صوتي محزن اكيد. فهل ده حضرتك محتاج فن؟ الفنون كلها لازم تكون لوجيك ولازم تكون منطقيه. الفنون بتبقى منطقيه في العاده الطبيعي يعني. المنطق هو الاساس. المنطق هو الاساس، يعني مش معقوله هتتعارض مع المنطق، ده بالعكس، ده هي بس ايه كل الحكايه انها بتتصنف وبتتحط لها الرولز بتاعتها القواعد بتاعتها. فمثلا واحد اندور، واحد جوه مبنى وجوه اوضه زي واحد في الفراغ، لا النغمات تختلف خالص، والنداء زي الواحد قاعد بيهمس لحد زمان زي النهارده حاجه. طب هو فن المواكبه ده يا علاء بطلوا يدرسوه؟ يعني انا اللي بحكيه النهارده مع الاسف هو مش بيدرس، هو ما كانش بيدرس اصلا. لا كان ليه قواعد، كان بيدرس بالتلقي، يعني الناس بتعلم بعضها، الشيخ يعلم تلامذته ويقول له هنا تقولها كذا هنا مش علم كذا. مكتوب يعني في معهد الموسيقى مثلا بيدرسوا التعبير الموسيقي بس، لكن تذوق تذوق لكن مش مواكبه. لكن مش مواكبه مواكبة بقى زي مثلا انا اقول لحضرتك حاجة، هقول امثلة طبعا. اديني امثلة، هنحدي مثال صغير. اديني مثال وممكن عشان المشاهدين ما يملوش. ايوة انا ممكن برضو اغنيها الاغنية. يا ريت اتفضل. فمثلا محمد عبد الوهاب في قصيدة اسمها الكرنك. ايوة هو زار معبد الكرنك وعشان يعيش الجو، لان القصيدة اسمها الكرنك. ايوة انا طبعا ده تصوري لان هي هو يعني حاجة بتحكي انه بالفعل راح. هو ممكن يكون له تصور اخر لكن ده انا تصوري لانه هو انا عارف ان محمد عبد الوهاب ما كانش بيضع جمله موسيقيه عشوائيا، كان لازم يكون حاسسها، لازم حاسسها ولازم ليها معنى وتعبر عن المعنى. فمثلا في المقدمه في حاجه بتعمل ازاي ايه بقى ترت ترت دي ايه؟ ايه بقى؟ دي خطواته في المعبد، هو داخل بيتمشى وبيعمل ترت ترت، دي الخطوات تا تا تا، ده فيو. وبعدين ترت خطوات في اتجاه تاني
تن تن تاريريرا مشهد في حتة تانية. دي حالة الانبهار، ايه ده ايه ده، ثورة على اللي هو شايفه. ايوه. بعد كده بيعبر باللازمة الموسيقية الخطيرة دي اللي هقولها دلوقتي عن ان معبد الكرنك اتبنى من زمان قوي وانا النهاردة جاي بشوفه. تمام. فمن زمان تبقى النغمة حادة، النهاردة تبقى هنا. من زمان يعني النغمة تبقى من زمان، محدش يقول من زمان، يقول من زمان. فعمل ازاي؟ ده انا دلوقتي بقى ايه الصرح الشامخ اللي اتبنى من زمان قوي ده وعدت السنين وانا النهارده واقف اشوف المشهد ده. وبدا يقول حلم لاح لعين الساهر. حلم، الحلم مش زي ما احنا فاكرين قاعد واحد بيحلم، ده ممكن يكون لحظة. أيوة. ولكن يقدر ما يصحى يقعد يحكيها. ثبت كده علماء النفس بيقولوا الكلام. أيوة طبعا. فبيقول حلم لاح لعين الساهر، فعمل ازاي؟ المشهدين برضو. وتهادى في خيال عابري، برضو في خيال عابري. هغنيها بقى على شكلها. أيوة. وكل واحد يبتدي يمشي بنفس الفكرة دي، نفس الفكرة دي، يتخيل المزيكا ومواكبتها مع المعنى الأحداث والكلام. في حتة هقولها في الأغنية دي، في القصيدة دي، برضو أنا عايز الناس تلاحظها لأن فيها حاجة اسمها أعيش الحالة. إحنا في الموسيقى بنستعمل أحيانا إيقاع الفالس كأسلوب تعبير عن ان الواحد بيعيش الحالة. أيوة. تاري تارا تيرا تاتا، ان كأنه بيطوف في المكان وهو عايش الحالة. أيوة. فانا هقول الاغنية دلوقتي، قصيدة دلوقتي. فضل. يصل الماضي، يصل الماضي، يصل الماضي، يصل الماضي بيمن الحاضر. يسأل عن سر الليالي. طاف بالدنيا شعاع من خيالي، حائر يسأل عن سر الليالي. يا له من سرها الباقي، ويالي
لوعة الشادي ووهم الشاعر. وشكى الضال إلى الرمل جراحا، حين ألقى الليل للنور وشاحا، وشكى الضال إلى الرمل جراحا. يا ترى هل سمع الفجر نواحه بين أنغام نسيم العاطر؟ صحت الدنيا على صبح رطيب، وهف المعبد باللحن القريب، مرهفا ينساب، مرهفا ينساب من نبع الغيوب، وينادي بفن الساحر. الله، هي طويلة القصيدة؟ لا بس هي جميلة، عايزة لها حلقة لوحدها. لا هي بالظبط كده. طب قولي علاء، هل الموسيقى العربية تأثرت بالموسيقى الغربية؟ يعني أغاني وأغاني لمطربين كبار قوي ومن عمالقة الفن المصري، عرفنا لهم أغاني وبعدها لقينا إن الأغاني دي مقتبس، المدخل بتاعها مقتبس مقطع منها من أغنية عالمية أجنبية. هل ده اقتباس ولا نقدر نقول تفاعل مع حضارات مختلفة؟ وهل ده صح ولا غلط؟ وأكيد أنت عارف أنا بتكلم برضه في حاجتين. اتفضل. في حاجة اسمها توارد خواطر، ودي بتحصل مش ما بتحصلش، لأن طبعا السينما يعني هل ده كان بيحصل مع عبد الوهاب؟ طبعا أكيد، وكان بيحصل حاجة تانية برضه. إيه هي؟ لما سئل محمد عبد الوهاب، الموسيقار محمد عبد الوهاب، فقالوا له يعني أنت بتاخد، متهم بأنك بتاخد يعني جمل من ألحان عالمية، سيمفونيات أو غيره، بتاخد جمل وبت يعني بتستخدمها في اللحن. أيوه. هو رد جميل جدا ولبق قوي ومنطقي. قال إيه؟ هو اللي كان بيسأله يعني قال له الكلام ده، فقال له أنا بفصل بدلة وبجيب منديل أو بابيون أو كرافات مستوردة، بس البدلة كلها بتاعتي. يعني هو اعترف انه ممكن طبعًا يكون بياخد جزء. في جمل يعني اقول لحضرتك عليها. والله اعلم، والله اعلم، يعني انا من تعمقي في التعبير الموسيقي في اغاني عبد الوهاب لاحظت حاجه في اغنيه مثلا زي ايه، احب عيشه الحريه. ايوه. مثلا يعني الجمله دي معروفه، كانت من السيمفونيه اظن الخامسه لبيتهوفن. بيتهوفن. دي هو بيقول أحب عيشة الحرية، حب يقول
معنى الحرية في الانطلاقة والعالمية، فجاب جملة عالمية من بيتهوفن، من بيتهوفن صريحة وحطها علشان يعبر بها عن معنى الحرية والانطلاق والعالمية. لكن ممكن يكون في توارد أفكار، ممكن طبعا، لأن السلم الموسيقي هما 7 حروف وموجودين في العالم كله، فسهلة يعني ان ممكن تبقى في جزء كده الكل بي يعني يبقى ملحن مصري وملحن فرنساوي والاثنين يقولوا نفس المقطع. ممكن يعني هو مش هيبقى بالنص لكن هيبقى في تشابه، وتشابه كبير. استخدام المقام نفسه، المقامات اللي هي السكيلز او المقامات الموسيقيه، تسمعي عن البياتي والحجاز والرصد والنهواند وكده، مقام اهو نهواند يشبه حاجات كتيره قوي علشان هو نهواند، يعني واحد هيدندن على المقام ده هتلاقيه يشبه في حاجات كتير، فقد يحصل توارد خواطر. اكتر حد متاثر بيه مين انت؟ عبد الوهاب؟ عبد الوهاب صراحه انا ملاحظه كده ان معظم الحاجات. مين وراه؟ مين ياتي بعد عبد الوهاب عندك؟ الحقيقه في كتير طبعا، يعني طبعا محمد الموجي عبقري، كمال الطويل عبقري. اغنيتك المفضله ايه لما تقعد لوحدك تغنيها؟ لا المفضله حاجه، وان طبعا المفضله حاجات عبد الوهاب، وام كلثوم طبعا، حاجات الصنباطي، الصنباطي عملاق صنباطي. بالمناسبه انا ممكن اقول مثل صغير من حاجات بتاعت الموجي. اتفضل. واساليبه في استخدام فن المواكبه في، يا ريت، اتفضل، التعبير الموسيقي. اتفضل. في اغنيه لفايزه احمد اسمها من الباب للشباك. ايوه. بيعمل ايه؟ بيصور الخطى بتاعها وهي رايحه من الباب للشباك. الباب للشباك. رايحه وجايه وراك. لكن مش شايفاك. من باب ولا شباك. فبتعمل ايه؟ عمل الموسيقى الاول. برضو الخطا اهي. بتبص من الباب. شباك بقى. تيرارارارا لا لاقياك هنا. تارارارارا ولا لاقياك هنا. اوكي. اعمل ايه بقى؟ تارارارارا تيرارارا وهكذا. ايوه. والحته اللي بتبكته فيها بتقول له من بدري وانا واقفه مستنيه اشوفك وببص على العطفه يمكن المح طيفك. راح مغير هنا الحته دي علشان وتعبت من الوقفه. وتعبت من الوقفة وانت تغيب على كيفك، وتعبت من الوقفة وانت تغيب على كيفك، يا شغلني وياك. هقولها بقى. شباك رايحة وجاية وراك لكن مش شايفك. من باب ولا شباك لكن مش شايفك. من باب ولا شباك لكن مش شايفك. من باب ولا شباك. وببص على العطفة يمكن ألمح طيفك. من بدري وأنا واقفة مستنية أشوفك وببص على العطفة يمكن ألمح طيفك.
وتعبت من الوقفة وانت تغيب على كيفك، وتعبت من الوقفة وانت تغيب على كيفك، يا شغلني وياك من باب ولا شباك، يا شغلني وياك من باب للشباك، لكن مش شايفاك من باب ولا شباك، من باب للشباك رايحة وجاية وراك، من باب للشباك رايحة وجاية وراك، لكن مش شايفاك من باب ولا شباك، لكن مش شايفاك من باب ولا شباك، لكن مش شايفاك من باب ولا شباك. يعني الله. طب قول لي بقى، الالحان والاغاني السريعه اللي موجوده دلوقتي، هل ده روح العصر ولا موجه هتيجي وتعدي، ولا ما بقاش دلوقتي في الاصوات اللي تتحمل الغناء والطرب الاصيل زي زمان؟ يعني حضرتك عارف ان في حفلات كبيره طلع فيها مغنيين مشهورين جدا ولما غنوا لايف صوتهم ما طلعش، فيا ترى هو مين في الثلاثه؟ هل ده تطور زي عبد الحليم اول ما طلع الترند بتاعه؟ حضرتك عارف انه هجم هجوم غير طبيعي لهذا النوع من الغناء، لكن الحقيقه النوع ده بقى طرب وطرب اصيل وناس كتير اتبعته، هل ده موجه جديده؟ لا، هو الحقيقه في حاجه لازم اقولها واضحه، يعني الفن والفنانين موجودين ومصر ولاده والدنيا بتيجي اصوات جميله، لازالت في اصوات جميله جدا والساحه فيها اصوات، انما انا عايز اقول لك ان السر في ان بقاء وتخليد عمل هو التعبير الموسيقي. العمل اللي له اساس في التعبير الموسيقي وله مبني على اساس قوي وسليم وله مبرر للتعبير عن المعنى الكلام وعن الكلمه واللفظ، ان المزيكا دي بالريتم ده بالتون ده فهي بتعبر عن حاجه معينه بتتقال طبعا عن الكلام، ايا كان نوع، ايا كان نوع بقى تلاقيها محفوره في وجداننا، في اغاني لام كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب وفريد، تلاقي والصنباطي طبعا حاجات الصنباطي، تلاقي العمل اجيال يظل لا ينتهي، زي قطعة الموبيليا اللي ليها ستايل معين، والفرنساوي مثلا فيليب والويكانز والويسياز والحاجات دي قطع ليها أصول، فتلاقي الطراز يظل على طول إلى الأبد. ما ينتهيش لأنه ليه أساس. لكن ده له أساس إحنا فيه ده؟ والله ممكن يعني تطلع جمل، يعني أغاني المهرجانات ممكن تطلع جملة بالصدفة مواكبة بالصدفة، يعني أغاني مهرجانات أنا مش هقدر أنكر إن الأغاني دي كلنا بنسمعها في وقت ما، في فرح، في حفلة، في الراديو أوقات، يعني كلنا بنسمعها، وفي بعض الكلمات بتعلق معانا سواء من باب الإعجاب أو من باب الاستعجاب، يعني هي على سبيل يعني بتأخذ الموسيقى يعني أحيانا بالزبط. على سبيل التسلية وعلى سبيل التعبير عن الفرحه يعني في اغاني مثلا للرحلات حلوه قوي في الرحلات. الرحلات هنقعد نقول كرنك ولا هنقعد نقول حيرت قلبي؟ ما ينفعش، بنقول حاجات نسقف نرقص عليها نجري عليها. ففي اغاني للرحلات، في اغاني لاعياد الميلاد والافراح وحاجات. هل المزيكا فعلا ليفتس مودز ابس اند داونز؟ يعني هل فعلا المزيكا ممكن ابقى في مود مش سعيد واسمع اغنيه معينه تخليني اشعر بسعاده؟ ده والعكس صحيح؟ طبعا. حضرتك الموسيقى بيسمعوها سوري يعني بيسمعوها للابقار علشان تدر لبن اكتر. الموسيقى بتاثر تاثير مباشر في الجهاز العصبي، وبتاثر تاثير مباشر عن المود بتاع الانسان، وتدي له طاقه ايجابيه، وبترتب له خلايا جسمه وخلايا الجهاز العصبي، وبتعمل تاثير مباشر على ايه الاغاني اللي بتديك طاقه ايجابيه؟ لتقريبا إيه يعني الاغاني على يعني احنا كنا قبل ما نغني اخر اغنيه كنت بقول لك ايه الاغنيه اللي انت يعني ايه اللي بدندن بيها مثلا؟ والله في اغاني لعبد الوهاب برضه بدندن بيها كتير بحبها. زي ايه؟ زي مثلا ايه انكتب لي يا روحي معاكي بتاعت محمد عبد الوهاب، كانت جميله قوي، اتقالت في فيلم، في طبعا احيانا موقف الفيلم
بيخلي يعلم الاغنيه، يعني انا اعرفه ان دي اتقالت في حته الفلانيه فترتبط بالذاكره احيانا. لما تسمعي اغنيه ممكن شريط سينما يلف جوه ذاكرتك وتفتكري حاجات معينه، كانك مش بتسمعي موسيقى، كانك بتشوفي فيلم فيديو في الذاكره. يعني الاحساس ما بيموتش، اللحظه لا تموت. لا يعني طبعاً. انا من الناس اللي بتقول ان انا ممكن لو غمضت عيني كده وافتكرت لحظه حزينه فانا هعيش حزنها، والعكس صحيح، لو غمضت عيني وافتكرت لحظه سعيده هقدر اعيش سعادتها. هل ده نفس الوضع بالنسبه للغناء؟ لو في موقف في فيلم كان حزين وسمعت اغنيه حزينه، كل ما تسمع الاغنيه هتتذكر الموقف الحزين؟ هفتكر الموقف بتاع الفيلم. هتفتكره. لكن ممكن قوي ابتسم واقول يا سلام قالوا في الموقف ده وكذا كذا، من غير ما انت تتفاعل معاه لانك انت كنت متفرج، لان خلاص هو موقف كان في فيلم، او اذا كان حاجه تخصني شخصيا. انت ممكن تفرح تغني علاء او تفرح تغني؟ طبعا. يعني ممكن تكون متضايق من حاجه تروح مغني؟ اكيد اكيد. بس احيانا ببعد عن الحاجه اللي هي الاغنيه اللي تزود، اذا كنت متضايق من حاجه تزود حاله الضيق بتاعتي، انا عايز اخرج منها، مش حاجه تزودها. طيب لو انا قلت لك انا عايزه انهي حلقتي باغنيه مبهجه، لما بتكون سعيد بتسمعها، علشان انا عايزه اخر حاجه يسمعوها مشاهديني تبقى اغنيه مبهجه، قبل ما اقول لهم اشوفكم على الف خير وهنا الحلقه الجايه. علاء انت شرفتنا جدا، فنان علاء قرمان اهلا بيك. اهلا بيك. وهننهي باغنيه مبهجه، استاذ علاء يغنيها لنا. طب اقول كلمه عليها؟ قول طبعا. في كمال الطويل العبقري، كمال الطويل لحن اغنيه لنجاة الصغيره بتقول بان علي حبه من اول ما بان. ايوه. فهو صور ازاي بان عليه الحب، وصور ازاي بان عليه من اول ما بان هو. ايوه. فعمل حاجه كده اهو. التدريج ده بان. ودي دقات القلب. بان علي حب، وده قلبي دق من اول ما بان. وتصونوا
انا شفت اللي مستنيني وعرفت اللي هيهنيني انا شفت اللي مستنيني وعرفت اللي هيهنيني من اول ما بان ده عيون الحلوه يا عيني بحر من الحنان من الحنان